طيب احنا من بعد اخبار بقى النادي الاهلي يوميا بنحب ناخد حضراتكم كده في جوله صحفيه نعرف اخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف. معانا النهارده زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من مقر جريده الشروق. محمد في البدايه بصبح عليك انا وكريم قبل ما نبدا اي اخبار، يعني طبعا اخبارك ايه وعرفنا كده الجو عامل ازاي؟ انا شايفه ان انت متقل شويه، هل فعلا الجو بره دلوقتي برد؟ هل الطرق كانت كويسه لو حد مثلا عنده مشوار عايز ينزل يروحه؟ عرفنا كده من خلال يعني خبرتك او من خلال الفتره اللي انت قضيتها الصبح. اتفضل. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، صباح الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بيتابعنا دلوقتي. يمكن زي ما سألت في البداية بتسألي عن حالة الجو، يمكن أنا بس متقل إن كنت نازل بدري شوية الصبح فكان في بس زي ما بنقول كده نسمة ساعة شوية الصبح، لكن بعد كده الشمس بدأت تطلع والجو كويس. لكن هو زي ما تابعنا من خلال يعني خبراء الأرصاد وكمان الناس اللي تابعت معاكم الصبح أخبار الطقس، يمكن بس في من بداية بكرة إن شاء الله في تحذيرات إن في أمطار ودرجة الحرارة تنخفض من الثلاث للجمعة، لكن دلوقتي الجو كويس جدا. أي حد عنده مشوار بنقول له انزل ما تقلقش، خاصة المنطقة المحيطة بالنادي الأهلي في الجزيرة وأنا جاي عديت على النادي هناك، لا الأجواء أكثر من رائعة والجو أكثر من رائع، أكيد أقصد المكان ممكن يقضوا فيه اليوم النهاردة هو داخل النادي الأهلي. نروح بقى، يعني يسعدني إن أنا هنا معاكم من مقر جريدة الشروق ويسعدني إن إحنا نروح كده في جولة لآخر وأهم الأخبار الرياضية محليا وعربيا وكمان عالميا، ونبدأ جولتنا بالأخبار المحلية وبتحديدا من جريدة الشروق. وأول خبر معانا انت الشروق تنشر لائحة اتحاد الكرة الجديدة. يمكن زي ما بنقول انتهت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من إعداد لائحة النظام الأساسي الجديدة واللي هيتم مناقشتها في الجمعية العمومية غير العادية، والمقرر انعقادها إن شاء الله في تمام 11 صباحا من يوم الأحد المقبل بأحد فنادق مدينة نصر. يمكن في تفاصيل الخبر من داخل جريدة الشروق، حسب جريدة الشروق اتحاد الكرة دعا لعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للتعليمات الواردة له من الاتحاد الدولي لإدارة كرة القدم فيفا لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، وكمان الدعوة لانتخابات اتحاد كرة جديد في 15 ديسمبر المقبل. يمكن كان من المفترض طبقا للقانون الرياضة المصري ان يتم دعوة للانتخابات قبلها زي ما بنقول بفترة كافية اكتر من 40 يوم، كان المفروض يتم الاعلان عن انتخابات جديدة يوم 31 اكتوبر بالكتير الماضي، لكن ده ما حصلش. فحاليا بتعكف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وكمان اللجنة الاولمبية للخروج بصيغة قانونية مقبولة خاصة على لحماية الانتخابات أو الاتحاد القادم إن شاء الله لإدارة الاتحاد الكرة المصري من أي طعن عليه، لأن في حالة الطعن طبقا للقانون الرياضة المصري هيتم بطلان الانتخابات بشكل كامل، لأن الدعوة ليها لم تتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في الاتحاد الرياضة المصري الصادر أخيرا من وزارة الشباب والرياضة. الخبر اللي معانا بعد كده من جريدة اليوم السابع وإجراء كرة الدوري بحضور أندية الممتاز اليوم. يمكن النهاردة يعني زي ما بنقول كده كل سنة وكل مشاهدينا طيبين، الدوري الجديد خلاص على الأبواب ويجري النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم مراسم كرة الدوري المصري الممتاز الجديد موسم 2020-2021. القرعة هيتم إن شاء الله إجراءها في الواحدة ظهرا بأحد فنادق منطقة الجزيرة المجاورة للنادي الأهلي. يمكن تم دعوة الأندية المشاركة، هيشارك مندوبين على الأندية المشاركة في البطولة بشكل عام بواقع مندوب واحد عن كل نادي. المندوب هيكون مطلوب منه خلال حضوره لمراسم القرعة إحضار أو ذكر الملعبين اللي هيخوض عليهم الفريق بواقع ملعب أساسي وملعب احتياطي للفريق، مدعوما بموافقة الجهة المالكة للاستاد وكذلك موافقة الجهات الأمنية في المحافظة اللي هيتم عليها المباراة، كذلك أرقام قمصان الفريق لازم تكون منصوصة عليها في الخطابات الواردة من إدارة النادي مع المندوب الخاص بيهم في إجراء القرعة. يمكن كمان خلال بحسب جريدة اليوم السابع في خلال القرعة يعني هيكشف اللجنة الخماسية، هتكشف النهاردة عن الرئيس الجديد للجنة المسابقات خلفا للمهندس حسام الزناتي اللي ترك العمل في اتحاد الكرة وشغل منصب المدير التنفيذي لنادي الجونة في الموسم الجديد. هيتم الإعلان زي ما قلنا عن الرئيس الجديد للجنة المسابقات خلال إجراء مراسم القرعة وهو اللي هيشرف عليها بنفسه، وإن كانت بعض المصادر في بعض الصحف أشارت إن اللي هيكون الرئيس الجديد للجنة المسابقات حسب بعض الصحف المصرية هو المهندس مازن مرزوق اللي كان تولى رئاسة لجنة المسابقات في أكثر من مناسبة قبل كده.
كمان حددت اللجنة الخماسية زي ما ذكرت اليوم السابع بداية الدوري العام هذا الموسم إن شاء الله يوم 9 ديسمبر القادم بالنظام المتعارف عليه، دوري من دورين، خاصة إن كان في اقتراح إن البطولة تقام من دور واحد، ولكن ده قوبل بالرفض من قبل الأندية المشاركة بالدوري العام الموسم المقبل، وعليه المسابقة تقام بالنظام العادي بنظام الدور الأول والدور الثاني بمباريات الذهاب والعودة. نروح للخبر الثاني اللي معانا في أخبارنا المحلية ومن سوبر كورة. اليوم المقاولون العرب ينهي استعداداته في الجبل الأخضر قبل السفر إلى جيبوتي. يمكن ينهي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولين العرب استعداداته بالجبل الأخضر بأحد الملاعب الفرعية قبل السفر إن شاء الله إلى جيبوتي في ساعة مبكرة من صباح غد الثلاثاء لملاقات فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور 64 من الكونفدرالية الإفريقية. كمان ذكرت سوبر كورة أن من المقرر أن يقوم المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ورئيس الشركة برئاسة البعثة المسافرة إلى جيبوتي عبر أثيوبيا. يمكن كابتن رامي ربيع المدير الكرة بنادي المقاولين العرب سبق الفريق وسافر إلى جيبوتي لإطمئنان على أماكن الإقامة والاستعدادات وملاعب التدريب المخصصة لفريق المقاولين خلال إقامته بجيبوتي. وطبعا بنتمنى التوفيق لنادي المقاولين العرب ممثل الكرة المصرية في الكونفدرالية السنة دي، وكمان بقية الأندية المصرية اللي هتشارك تباعا في من أول دور الـ 32 سواء في الكونفدرالية أو دور أبطال أفريقيا. دي كانت نهاية أخبارنا المحلية، نروح بقى لأخبارنا العربية بالتحديد. نروح للسعودية، ويمكن معظم الصحف النهاردة بتتكلم في السعودية عن استئناف البطولة مرة أخرى والجولة الخامسة بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب ارتباطات المنتخب السعودي. ومعانا من تحديدا من جريدة الرياض السعودية جولة قمة الرياض تجمع الهلال والنصر على ذكرى الرباعية، كلاسيكو مثير بين الأهلي والشباب، والرائد وضمك يستضيفان أبها والعين. زي ما بنقول العميد في اختبار العنابي، والقادسية يطمح للتعويض أمام الباطن. تستأنف اليوم مباريات الدوري السعودي زي ما بيطلق عليه كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد توقف دام 16 يوم بسبب ارتباط المنتخب السعودي بمباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا في إطار الاستعدادات للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وكأس أمم آسيا 2023. يمكن أهم المباريات بقى لتقام النهاردة زي ما ذكرت صحيفة الرياض أن تتجه أنظار الجماهير الرياضية السعودية اليوم إلى استاد الملك فهد الدولي لمتابعة لقاء الهلال والنصر، وتبدأ المباراة في الساعة 8:15 بتوقيت السعودية، 7:15 بتوقيت مصر. يمكن دي فرصة لكل عشاق الكرة المصرية النهاردة، يمكن ما فيش مباريات أو ارتباطات للأندية المصرية، فرصة أن هم يتابعوا الدوري السعودي واحد من أقوى الدوريات العربية. يمكن بقية مباريات الأسبوع الفيصلي مع الاتحاد هيبقى الساعة 6:15، الرائد وأبها الساعة 3:15، القادسية والباطن الساعة 5:30، ضمك والعين الساعة 3:30. وكمان في قمة تانية في الدوري السعودي أشارت لها الصحيفة، وهي هتبقى في جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يواجه الأهلي نظيره الشباب، وتبدأ المباراة في 6:15 بتوقيت السعودية. يمكن أكثر مباراة في الدوري السعودي أعتقد فرصة الناس تتفرج على مباراة، خاصة في ظل توقف الدوري هنا في مصر، وكمان معظم الدوريات الأوروبية ما فيهاش مباريات كتيرة النهاردة، فيعني دي فرصة يشاهدوا أكثر مباراة النهاردة. نروح من أخبارنا العربية والأخبار العالمية، ويمكن زي ما بقول كان الشغل الشاغل امبارح كان واحد من أهم اللقاءات في الدوري الإنجليزي، ليفربول وليستر سيتي. يمكن معظم الصحف الإنجليزية ركزت على هذه المباراة أنها تعتبر قمة الجولة 9 من الدوري الإنجليزي. المباراة زي ما تابعناها امبارح انتهت بفوز ليفربول بفوز عريض 3-0 أمام ليستر سيتي. يمكن أهم بقى الصحف اللي ناقشت الخبر امبارح كانت البداية من صحيفة الصن، وعنوانها كان جوتا وفيرمينو يساعدان حامل اللقب المتأثر بالإصابات على تخطي الثعالب. الصحيفة أضافت أن ليفربول لم يتغلب فقط على الثعالب اللي هو اللقب الملقب به فريق ليستر سيتي، لكن كمان تغلب على الإصابات التي ضربت صفوف الفريق. يمكن أكثر من لاعب يغيب عن ليفربول في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات، أبرزهم طبعا المصري الدولي محمد صلاح. أضافت كمان الصن أن هدف جوني إيفانس لاعب ليستر سيتي في مرماه وهدف جوتا ورأسية متأخرة من فيرمينيو كانت كفاية لإسقاط الثعالب. واختتم الصحيفة بأن هذا الانتصار حقق به ليفربول رقما قياسيا، حيث تخطى ليفربول 64 مباراة بدون هزيمة على ملعبه الأنفيلد في إنجلترا،
وهو رقم كما وصفته الصحيفة بالمذهل. نروح من الصن للديلي ميل في انجلترا، وكمان بتتكلم عن مباراة ليستر سيتي وليفربول. ليفربول 3 ليستر سيتي 0. عاد رجال يورجن كلوب الى افضل مستوياتهم على الرغم من أزمة الإصابات، حيث تخطى الأبطال الثعالب بثلاثية في أنفيلد ليتقدموا الى المركز الثاني خلف توتنهام. وزي ما بنقول كان أبطال اللقاء روبرتو فيرمينيو، وكمان كان ديجو جوتا امبارح يعني كان نجم المباراة زي ما بنقول. الصحيفة أضافت أن الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل أشيء جعل ليفربول يصل للمباراة 63 بدون هزيمة على أرضه. كذلك كتبت الديلي ميل تقدم فريق الريس بطريقة كوميدية عن طريق جوني إيفانس لاعب ليستر سيتي في مرمى، وقبل أن يسجل ديجو جوتا للمباراة الرابعة على التوالي وليضاعف تقدم ليفربول. بعد أن وكمان بعد أن اصطدمت كرته بالعرضة مرتين استطاع روبرتو فيرمينيو أن يسجل هدف أخيرا في يمكن الدقيقة 86. يمكن كان سوء حظ كبير بيقابل روبرتو فيرمينيو مبارح في المباراة، أكثر من كرة يضعها سواء في القائم أو العارضة، لكن في نهاية المباراة أحرز هدف من رأسها رائعة من ضربة ركنية في الدقيقة 86. يمكن كمان اختتمت الصحيفه محمد جداً. انا وكريم هنشكرك جدا 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 عشان بس الوقت بجد يعني تغطيه اكثر من رائعه عليك زميلنا العزيز محمد توفيق، نشكرك.